اهلا بكم في الاجنده المجتمعات التي تمر بازمات سياسيه وظروف صعبه مثل التي يمر بها المجتمعان اليمني والعربي اليوم هذه الايام هذه المجتمعات تضطر فيها النخب الى فتح ملفات وقضايا فكريه وثقافيه حساسه وصادمه احيانا في مثل هذه الظروف يعني قضايا ما كان المجتمع يالفها من قبل لان الناس في هذه الظروف تربط بين واقعها السيء وبين نظامها الفكري والثقافي. يعني هذه المجتمعات تقول لنفسها هذا الخلل في الواقع هو ثمرة خلل في الثقافة والفكر. وهذا أمر منطقي جدا. فلا يمكن أن يكون واقعك سيء وثقافتك جيدة. إذا كان واقعك سيء فلا بد أن في ثقافتك شيء سيء. في منظومتك الفكرية والأخلاقية خلل ما. وهذا ما اقتنعت به اخيرا شريحه واسعه من المثقفين اليمنيين والشباب اليمنيين اقتنعت هذه الشريحه اليمنيه من المثقفين خريجي الجامعات طلاب المدارس نخب سياسيه ادباء الى اخره اقتنعت بان هناك خللا ما في ثقافتنا الدينيه تحديدا بدليل ان السلاليين في اليمن استطاعوا ان يجندوا الكثير من ابناء اليمن لصالح مشروعهم المدمر عن طريق التعبئه الخاطئه او التعبئه بالخطاب الديني. الاف الشباب اليمني يذهب الى الموت راضيا مختارا سعيدا لانه يعني يعتقد انه يموت في سبيل عيال رسول الله. وفي الطرف الاخر هناك شباب القاعده وداعش الذين قلبوا العالم راسا على عقب. من اجل عوده الخلافه الراشده والتهيئه للمهدي المنتظر والمسيح القادم. والخلافه الاسلاميه. هذا الخطاب الديني او بالاصح الخطاب المذهبي هذا هو الادق حول حياه اليمنيين وحياه العرب الى جحيم. ومنح الاجهزه المعادية للاسلام والمؤسسات المعادية للاسلام منحها فرصه لمحاربه الاسلام ومحاربه الشعوب التواقه للحريه. منح هذه الاجهزه المبرر الكافي لضرب الاسلام بالمسلمين. والمبرر الكافي لقطع الطريق امام الشعوب التي تناضل من اجل حريتها وكرامتها. ثورات الربيع العربي قمعت كلها تحت لافته مكافحه الارهاب. لافته كذابه لكنها استعملت ولهذه الاسباب ظهر في الاوساط النخبويه كما قلت جدل متنامي حول مفهوم العلمانيه تنامت في الاونه الاخيره الدعوات التي تنادي بعلمانه الدوله والحياه السياسيه وبدا ان مجتمعنا اليمني على الاقل مجتمع النخبه على موعد مع معارك فكريه و ثقافية بجوار المعارك الحربية التي يخوضها الآن واليمن موعود فعلا بمعركتين فكريتين في المستقبل على الأقل معركة القومية اليمنية ومعركة العلمانية والتقليل من شأن هذه الدعوات أو اعتبارها يعني ترفا في غير وقته هو كلام يتسم بالسذاجة وانعدام الحس التاريخي ما فيش حس تاريخي يدرك خطورة هذه الدعوات الآن التاريخ يقول ان مثل هذه الافكار لا تظهر الا في مثل هذه الظروف، في الظروف الصعبه للمجتمعات مش في ظروف الرخاء في لحظات التحول التاريخي تبرز المعارك الفكريه او المعارك الفكريه لماذا؟ لان الشعوب تعيد محاكمه مسلماتها الفكريه والثقافيه وتبدا تفحصها والترف الحقيقي هو تجاهل هذه الدعوات بحجه انها ترف على هامش المعركه الحربيه الام. يعني هناك من يقول اتركونا من هذا الكلام لانه معنا معركه. طب هذه جزء من المعركه. هذه جزء من المعركه. وانطلاقا من هذه الحقيقه، حقيقه ان الحديث عن قضايا العلمانيه والقوميه مثلا ليس ترفا فكريا انطلاقا من هذا المبدا، قررنا في هذا البرنامج ان نخصص حلقه او اكثر من حلقه لمناقشه هذه القضايا وامامنا هدفان. الهدف الأول مساعدة الجمهور اليمني على فهم هذه القضايا التي يدور حولها الجدل الناس تشتي تفهم هو هذا اللي بيتكلموا عنه وهذه هي وظيفة الإعلام والمثقفين وظيفتهم يساعد الناس على فهم طبيعة ما يدور حولهم وما يقال لهم نأهل جمهورنا معانا لابد من إشراك الجمهور اليمني في الجدل الدائر حول طبيعة الدولة التي تريدها النخب اليمنية في المستقبل النخب من منقسمه على نفسها وعندها كل واحده عندها رؤيه كيف كيف يكون هذا المستقبل. احنا مهمتنا في الاعلام وكمثقفين انه ناهل جمهورنا لفهم هذه القضايا. هذا هدف. الهدف الثاني هو بيان ما نراه نحن مناسبا لنا كيمنيين في طبيعه الدوله المستقبليه وشكلها. هل نحتاج العلمانيه فعلا ام لا نحتاجها؟ وهل هي علمانيه واحده ولا علمانيات موجوده؟ وهل هناك صيغه علمانيه مناسبه لنا كيمنيين ام لا؟ وكعرب ايضا. وهل يسمح ديننا الاسلامي بذلك ام لا؟ عن اي علمانيه نتحدث؟ وعن اي اسلام نتحدث؟ هذه اسئله وما هي المعايير التي نقيم بها؟ وما هي شروط الحديث في هذه القضايا؟ و وهذا ينطبق ايضا على مفهوم القوميه كل هذه الاسئله وغيرها هي محل نقاش هذه الحلقه وهذه الحلقه بمثابه الفرشه الاساسيه لمناقشه هذه الافكار المهمه كونوا معنا. من الجدل الدائر حول مفهوم العلمانيه هذه الايام اتضح ان المشكله ليست في مفهوم العلمانيه نفسها بل في قدره الناس والنخب على استيعاب هذا المفهوم الناس مش مستوعبه المفهوم بشكل واضح وشمولي كل واحد عنده جزء من الفكره ماسك فيها وبيظن انه ماسك الفكره كلها في يده يعني مثل جماعه العميان اللي كانوا ماسكين بفيل كل واحد ماسك عضو من اعضاء الفيل واحد ماسك الخرطوم الثاني ماسك ذيل الفيل والثالث ماسك فخذ الفيل وهكذا لكن طبعا كل واحد فيهم كان بيعتقد انه ماسك الفيل كله ولو سالته يعني لو سالت واحد فيهم تعال عرف لنا الفيل لو سالت الاول تعال عرف لنا الفيل حيقول لك الفيل عباره عن خرطوم طويل والثاني حيقول لك يعني لا الفيل عباره عن ذيل قصير مرتفع وهكذا كل واحد حيوصف لك الفيل حسب ما ادرك بينما الفيل عباره عن كائن حيواني مركب مركب من عدد من الاعضاء علشان تعرفه لازم تشوف اعضاء كلها في حاله تركيب ونظام مش كل عضو لوحده الفيل ما هوش خرطوم فقط ولا ذيل فقط ولا قدم وفخذ وبطن فقط الفيل هو النظام المركب من هذه الاعضاء وغيرها هذه مشكله مشكله العلمانيه مثلها وهذه اول مشكله تواجهنا في فهم العلمانيه هذه اول مشكله تواجهنا في فهم العلمانيه مفهوم العلمانيه بالنظر الى علاقاته يعني هو مشكله نظريه مركبه مش بسيطه نتكلم عن المشكله مش عن العلمانيه نفسها يعني هذه المشكله مكونه من عناصر وابعاد كثيره متداخله بعضها ديني وبعضها فلسفي وبعضها لغوي وهكذا. والمفاهيم المركبه من من مثل هذه لا تستطيع ان تفهمها الا اذا حللتها الى ابسط مكوناتها، حللتها يعني فككتها الى ابسط مكوناتها، العناصر الاساسيه فيها. ليش؟ علشان تميز كل عنصر عن الاخر من غير من غير خلط وتتعرف على العلاقات بين بين هذه العناصر، هذا عنصر هذا عنصر هذا عنصر، كل عنصر له علاقه مع العنصر الاخر في مركب واحد. خلوني اضرب لكم هذا المثل. هذه الطاولة التي امامي الان عبارة عن مركب من سطح زجاجي وقوائم معدنية وبعض البراغي يعني ومواد بلاستيكية إذا في. هذه الطاولة ما هيش الزجاج فقط أو القوائم المعدنية والبراغي والبلاستيك فقط، لا الطاولة هي كل ذلك في حالة نظام وعلاقات بين العناصر في علاقات بين هذه العناصر كلها مش مسويه الطاوله ايضا البيت البيت ما هوش مجرد اسمنت وحديد وحجر البيت هو النظام الهندسي القائم بهذه المكونات ولما كنت تحط الحجر جنب الحديد جنب الاسمنت في الشارع وما يكونش معك بيت البيت هو النظام الهندسي اللي بتكونه من هذه العناصر كذلك الافكار الفكره ما تكونش مجرد اجزاء الفكره هي مركب والاشياء المركبه في هذا العالم تتفاوت فيما بينها في التركيب، يعني تجد هذا الشيء اكثر تركيبا من الاخر. اكثر تركيبا وتعقيدا من ذلك. وهذه هي الحقيقه. هذه هي الحقيقه الاولى في مفهوم العلمانيه، انها مشكله نظريه مركبه غير بسيطه، مشكله. مشكله بالمعنى الفلسفي يعني قضيه علميه معرفيه. طيب. إذا كانت العلمانية مشكلة مركبة فما طبيعتها إذا؟ إحنا الآن بنخاطب النخبة بنتحاور معاها يعني. إذا كانت العلمانية مشكلة مركبة ما هي طبيعتها؟ هل هي مذهب فلسفي؟ ولا أيديولوجيا سياسية؟ ولا نظام إداري؟ ما هي؟ الملاحظ أن معظم من يتحدث عن العلمانية في وسائل التواصل والإعلام يخلط بين هذين أو بين هذه المفاهيم الثلاثة. البعض بيعتبرها فلسفة، مذهب فلسفي. والبعض بيعتبرها أيديولوجيا، عقيدة. الأيديولوجيا يعني عقيدة أو مذهب. والبعض بيعتبرها نظام. نظام من أي نوع من الأنظمة يعني. والحقيقة التي سنثبتها بالدليل بعد قليل أو لاحقا هي أن العلمانية شيء مختلف عن هذا كله. العلمانية لا هي فلسفة ولا هي عقيدة ولا هي نظام إداري. العلمانية عبارة عن إجراء إجراء لتنظيم علاقة الدين أو المذهب الديني بالمجال العام. المجال العام اللي تسيطر عليه الدولة. الدولة تسيطر على المجال العام في حياة الناس وتترك لك المجال الخاص للأفراد. هذا المجال العام متنازع عليه مثل الارض اللي عليها مشاكل الخلاف حول المرجعيه التشريعيه والقيميه للدوله هل تكون المرجعيه هذه دينيه مذهبيه ولا دنيويه طبعا دينيه هذا هو ظاهر الخلاف لكن الحقيقه التي سنكتشفها فيما بعد هي ان لكل طرف من اطراف الصراع فهم خاص لما يقول الذين ينادون بمرجعية الدينيه للدوله مثلا لا يتحدثون عن مرجعية دينية في حقيقة الأمر بل يتحدثون عن مرجعية مذهبية لكنهم يصرون على تسميتها مرجعية دينية الذين يقولون يعني لا أن يكون الإسلام مرجعا للدولة هم في الحقيقة لا يقصدون الإسلام السماوي بل يقصدون فهمهم البشري للإسلام يقصدون المذاهب البشرية في فهم الإسلام بس مصرين على أنها هذه هي الإسلام نفسه هذا هو مشكلتنا معه مصرين انه فهمهم للاسلام هو الاسلام بدليل انك لو سالتهم اين الاسلام بيشيروا لك الى كتب المذاهب الدينيه والاجماع والبتاع وغيره وكل هذه مفاهيم اجتهاديه مذهبيه اذا هو خلاف على مرجعيه الدوله وهو خلاف مهم وخطير يستحق النقاش لكن لماذا نقول ان العلمانيه مجرد اجراء لتنظيم العلاقه بين الدين والدوله او بين المذهب والدوله لماذا نقول ذلك؟ ما دام ان الحديث عن مرجعيات خطيره، يعني كيف نقول مرجعيات خطيره ونقول انه اجراء؟ اليس هذا تبسيطا مخلا بالقضيه؟ التحليل القادم يمكن يشرح هذه المساله بهدوء. قلت <applause> فيما سبق ان العلمانيه ما هيش مذهب فلسفي. وبعض الناس سخر من هذا الكلام لأنه ما يعرفش ما معنى مذهب فلسفي المذهب الفلسفي ببساطة الشديدة هو عبارة عن مجموعة مقولات مجموعة مقولات مترابطة تحاول تفسير العالم وتجيب على الأسئلة الكلية فيه الأسئلة الكلية في الحياة الماركسية مثلا مذهب فلسفي العقلانية النقدية مذهب فلسفي التجريبية الإنجليزية مذهب فلسفي البراغماتيه الامريكيه مذهب فلسفي بيبنى يبنى عليها مناهج وفي التعليم وفي الاقتصاد وفي كل وجوه الحياه لانه هذه المذاهب عباره عن مقولات كبيره تجيب عن اسئله المعرفه نظريه المعرفه واسئله الاخلاق اللي بتشكل نظريه الاخلاق واسئله الوجود عموما التي يطرحها الانسان فهل العلمانيه مذهب فلسفي بهذا المعنى هل هي عباره عن مقولات تجيب عن اسئله؟ طبعا لا. وما فيش عالم ما فيش عاقل في العالم يقول ان العلمانيه مذهب في الفلسفه او عقيده. اين مقولات العلمانيه التي تجيب عن الاسئله الاساسيه في الحياه؟ اين؟ هناك مذاهب اخرى ممكن تسميها باسمائها بس ما صحيح هذه المذاهب علمانيه لكن العلمانيه نفسها ليست فلسفه، العلمانيه وصف لهذه الم... اسم لهذه المذاهب او او وصف عام لهذه المذاهب لكن هي لها أسامي خاصة هذه واحدة قلنا إن العلمانية ليست نظاما إداريا وهذا واضح العلمانية ليست فدرالية وليست حكما محليا واسع الصلاحيات ولا تدرس في كتب النظم الإدارية ولا أي شيء من هذا القبيل العلمانية مجرد إجراء لتنظيم علاقة الدين أو المذهب الديني بالدولة وسنعرف فيما بعد حدود هذا الإجراء وكيف يمكن أن يصبح إجراء معاديا للدين أو موافقا للدين إن هو إجراء محايد ممكن يكون معاديا للدين ممكن يكون من صلب الدين وكيف يمكن أيضا أن تكون له خلفية فلسفية هذا الإجراء ممكن تكون له خلفية فلسفية خلفية فلسفية مدنية أو خلفية فلسفية دينية حنشرح هذا، لكن قبل ذلك ينبغي أن نفهم لماذا لماذا يعد هذا الكلام اللي بنقوله مهم؟ ما قيمة هذا التمييز بين العلمانية والفلسفة والايديولوجيا؟ ما قيمته؟ والنظم الإدارية. هذا الكلام مهم في الرد على من يعتقدون أن العلمانية أيديولوجيا إلحادية مناقضة للدين. مثل ما قال أصحاب البيان الذي صدر قبل أيام عما يسمى بهيئة علماء اليمن. جاء في هذا البيان أن العلمانية عبارة عن نظام هكذا قالوا نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد يناقض الإسلام في جملته وتفصيله وتلتقي يعني العلمانية والمفروض كان يقول و... ويلتقي لأنه بيتكلموا عن النظام لكن قالوا وتلتقي يعني العلمانية مع الصهيونية العالمية ومع الدعوات الإباحية والهدامة لهذا الكلام لهم للهيئة العلماء لهذا فهي مذهب الحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون، هكذا قالوا، وهذه هذه جملة مليئة بالاخطاء. اذا لم نقل انها جملة مليئة بالمغالطات المقصودة. لكن خلينا نحسن الظن ونقول انها اخطاء غير مقصودة. حنناقشها ان شاء الله في المحور الثاني من هذه الحلقة. طبعا هؤلاء لا يعلمون ان العلمانية مجرد اجراء محايد، قد يكون معادي للدين وقد يكون من صلب كما قلنا، قد يأتي بخلفية فلسفية مدنية الحادية أو غير الحادية وقد يأتي بخلفية دينية يعني هذا الإجراء مثل القطع بالسكين القطع بالسكين إجراء هذا الإجراء قد ترتكب به جريمة وقد تنقذ به حياة مريض إذا قطعت بها ركبة شخص فأنت قاتل وإذا قطعت بها الدودة الزايدة فأنت طبيب العلمانية مثل هذا الإجراء تفصل تميز بين ما هو دين وما هو دنيا او ما هو مذهب ديني وما هو دنيا قد يحدث الفصل بشكل صحيح وقد يحدث بشكل خاطئ ومن ثم لا يصح ان نبني موقف من لفظ العلمانيه نفسه بل ينبغي ان نسال المتحدث ماذا تقصد بالعلمانيه ما ما الذي تقصد بالعلمانيه وماذا تقصد بالدين ايضا لانه حتى فهمنا للدين مختلف وهنا ناتي الى سؤال سؤال مهم قد يساله البعض كيف نضمن او كيف تضمن انت ايها المتحدث اللي هو انا ان فهمك للعلمانيه الصحيح الناس كلها بتتكلم في العلمانيه وكل واحد بيقدم لها تعريف من راسه الناس كلها بتتكلم علي انا وانت ولازم نوضع حد للاشاعه دي على راي سعيد صالح ولا عادل امام طيب كيف نضمن؟ ما هو المعيار الذي يجعل هذا الفهم اصح او ادق من ذلك الفهم ما هو المعيار؟ المعيار ببساطة هذا هذا هو إجابتي المعيار ببساطة هو التجربة التاريخية للعلمانية تجربة تاريخية هذه تجربة العلمانية عبارة عن تجربة تاريخية وليست مذهب ولا فكري له أركان ومقولات وفلسفة التجارب التاريخية مثل النهر النهر الجاري لا تستطيع أن تعرف النهر من خلال صورة فوتوغرافية صورة الفوتوغرافية الثابتة هذه هناك مثل يقول لا يمكنك أن تعبر نفس النهر مرتين ما يمكنش تمشي من نفس النهر مرتين لماذا؟ لأن النهر السابق الماء, الماء يجري فيه والمياه التي نزلت فيها وعبرت فيها مشت وجرت وجت بعدها مياه جديدة وإذا التقطت صورة فوتوغرافية ثابتة للنهر لا يصح أن تقول هذه الصورة هي النهر وإنما هي لقطة قصيرة جداً للحظة خاطفة من لحظات النهر كذلك التجربة العلمانية، التجربة العلمانية مثل النهر الذي يجري في التاريخ من يوم ما بدأت. بعضهم بيلتقط صورة ثابتة لهذا النهر، نهر العلمانية ويقول هذه هي العلمانية. لا العلمانية ليست مقولات مذهبية أو مقولات ثابتة وليست التجربة الفرنسية أو التجربة الألمانية أو التجربة الإنجليزية أو التجربة الروسية أو التجربة المصرية أو التركية، لا، هذه صور فوتوغرافية. العلمانيه التجربه التاريخيه متحركه لا يمكن تعريفها الا بما هو ثابت فيها شوف ما هو الجوهري في هذه الحركه فقط ما هو الثابت في هذه الحركه علشان تعرفها من خلاله من خلال هذا الثابت والجوهري في هذه التجربه والثابت هو الفصل والتمييز بين ما هو دين وما وما هو دنيا عند البعض هذا هو جوهر العلمانيه الفصل اي شيء اخر تعلق بها هذه هي متغير مش ثابت ويبقى السؤال هو هل الفصل بين الدين أو المذهب الديني جائز؟ هل هذا الفصل جائز من من وجهة نظر الدين؟ لأن اللي يفتي في هذا الموضوع هو الدين مش إحنا لمن يؤمن بالدين يعني هل الفصل جائز؟ أم أن لدى الدين تفاصيل معينة هذا ايضا ما سنناقشه في المحور الثاني ان شاء الله. اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا. آلاف من الالغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد ارواح اليمنيين. يزرعون الموت ويوزعون الخوف وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعه الحياه أهلا بكم من جديد قبل أيام أصدرت جماعة من دارسية التراث الديني تسمى هيئة علماء اليمن أنا ما أحبش أسمي علماء لأن علماء هذا معنى واسع جدا يعني كلمة علماء واسع واسعة شوية تنطبق على تخصصات كثيرة هؤلاء متخصصين في دراسة التراث علشان ما نقولش دراسة الدين لأنه دراسة الدين هذا موضوع مختلف قليلاً اصدرت هذه الهيئه بيانا شديد اللهجه يدين من سماهم دعاه العلمانيه الكافره وجاء في في البيان كم كبير من التحريض على المؤمنين بفكره العلمانيه وكم كبير ايضا من المغالطات او الاخطاء المعرفيه حول مفهوم العلمانيه في هذا المحور سنتوقف بالتحليل عند بعض عبارات هذا البيان او على الاقل عباره واحده في هذا البيان ومثل ما قلت في في بدايه الحلقه يعني هذا نوع من الجدل الحميد والجدل الضروري في هذه المرحله الصعبه من من حياه اليمنيين لاننا نتحدث عن ضمانات يعني حمايه المستقبل من الانتكاسه التي انتكسنا اليها احنا نشتي نحمي مستقبلنا ومستقبل اجيالنا من الوقوع فيما وقعنا فيه الحديث عن العلمانيه ليس حديثا عن مذهب فني وله تحليل لمباراه رياضيه ودية لا الحديث هذا حديث في صلب مشاكلنا السياسية والاجتماعية مع اني انبه انبه على نقطة مهمة هي ان مشكلتنا الاساسية في الوطن العربي وفي اليمن هي الاستبداد وليس الفكر الديني اقول المشكلة الاساسية لماذا لان الاستبداد هو الذي منعنا حتى من مراجعة الافكار والمسلمات الزائفة الاستبداد هو الذي منع المسلمين من تطوير تجربتهم العلمانيه الخاصه ومراجعه افكارهم الدينيه. الاستبداد هو مصدر معظم مشاكلنا الاجتماعيه والسياسيه. ومنها مشكله الجماعات الدينيه التي تعيق حياتنا. والمثقفين يعرفون قصه علي عبد الرازق. علي عبد الرازق كان بدا بدايات لمراجعه بعض الافكار لولا ان الاستبداد قمع وقضى عليه تماما قضى على الرجل تماما اذا لأن الاستبداد هو مشكلتنا فالديمقراطيه هي مطلبنا الاساس هذا تنبيه كذلك انبه الى ان انظمه الثوره المضاده للربيع العربي قد ارادت ان تحرف بوصله الصراع في الاونه الاخيره أرادت أن تحرف بوصلة صراعنا نحن معها مع الاستبداد والفساد إلى صراع مع الدين والمتدينين هذا أيضا لابد بد أن ننتبه له وينبغي أن نفوت عليهم الفرصة ولكي نفوت عليهم الفرصة ينبغي أن نخوض معركتنا مع الطرفين مع الاستبداد من ناحية ومع الكهنوت الديني من ناحية أخرى لأن كلاهما يخدم بعضه بعض نخوضها بمقادير مناسبة لحجم كل منهما يعني ينبغي ان نخوض معركه تحرير للدوله ومعركه تنوير للعقل وكلاهما معركه مقدسه وضروريه البيان جاء في بيان هيئه علماء اليمن العباره الاتيه قالوا العلمانيه هي نظام وضعي يقوم على اساس من الالحاد يناقض الاسلام في جملته وتفصيله وتلتقي او يلتقي مع الصهيونيه العالميه والدعوات الاباحيه والهدامه. لهذا فهي مذهب الحادي ياباه الله ورسوله والمؤمنون. طيب ما نصيب هذا الكلام من الصحه والتوفيق؟ تعالوا نحلل الجمله هذه ونشوف معناها. نبدا بعباره العلمانيه نظام وضعي. العلمانيه نظام وضعي. النظام ما هو؟ هو مجموعة مبادئ وقوانين وأعراف تنظم عمليات معينة هذا هو النظام أبرز مثال عليه علشان تكون واضح لنا اللغة اللغة الإنسانية من المعروف عند علماء الألسن في العصر الحديث أن اللغة عبارة عن نظام من الرموز والقوانين والأعراف ليس مجرد اصوات و... ومن المعروف ايضا ان النظام اللغوي نظام وضعي علماني وضعي يعني وضعه الانسان ماوش دين وعلماني يعني ينتمي الى العالم وليس الى الاخره او الى الدين اللغه ظاهره علمانيه بدليل بدليل أن الكفار والملحدين والمؤمنين بيستعملوها. وإحنا قلنا قلنا من قبل أن كلمة علماني مشتقة من كلمة عالم أي ما ينتمي إلى هذا العالم وليس إلى الدين أو إلى الآخرة. طيب البيان بيقول البيان بيقول أن العلمانية مذهب إلحادي صهيوني اباحي فهل معنى هذا هل معنى ذلك ان كل نظام علماني هو مذهب الحادي اباحي صهيوني؟ هذا سؤال هل اللغه نظام الحادي اباحي صهيوني؟ هذه نظام علماني اللغه نظام علماني هل قوانين كره القدم العلمانيه نظام الحادي اباحي صهيوني؟ لانه علمانيه إذا قالوا لا نحن لا نتحدث عن هذه الظواهر الجزئية وإنما نتحدث عن المرجعية الكلية للدولة وسياستها، إذا قالوا ذلك سنقول لهم إذا أنتم أعطيتم تعريف خاطئ وقاصر للعلمانية. أعيدوا تعريف العلمانية. لأنه العالم يكتظ بأنظمة وضعية وعلمانية ليست إلحادية ولا صهيونية ولا إباحية. يعترف بها الدين ويتعامل معها مثل اللغة، اللغة نظام علماني وضعي. أخطأتم عندما خلطتم بين العلمانية كإجراء وبين المرجعية الفلسفية لها نعم قد يكون قد تكون المرجعية الفلسفية والأخلاقية للعلمانية للدولة العلمانية قد تكون مرجعية مادية الحادية كما شاهدنا في عموم التجارب الغربية لكن العلمانية شيء ومرجعية شيء آخر وحنشرح هذا المعنى بعد أن نستمع الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو ينفي وجود تعارض بين العلمانيه والاسلام وهو صاحب تجربه في هذا الميدان وصاحب ثقافه، تعالوا نستمع اليه. فخامه الرئيس الكثير من العرب يجد صعوبه في الجمع بين الاسلام والعلمانيه كما تفعلون في تركيا، كيف تجمعون بينهما؟ جانبا يعني اجد صعوبه في فهم سبب تفسير العالم الاسلامي في الربط بين الاسلام والعلمانيه قمنا بتاسيس حزبنا قمنا بتعريف للعلمانيه وقد عبرت عن ذلك عندما قمت بزياره مصر بعد تولي مرسي الحكم وحضرت في مبنى الاوبرا في القاهره وقد تحدثت عن الاسلام وعلاقته وصلته بالارهاب. كيف نصف الارهاب؟ اولا الافراد لا يمكن ان يكونوا علمانيين. الدولة تكون علمانية، هذه نقطة مهمة. والعلمانية تعني التسامح مع المعتقدات كافة من قبل الدولة. والدولة تقف على المسافة نفسها تجاه الاديان كافة والمعتقدات كافة. هل هذا مخالف للاسلام؟ ليس مخالفا للإسلام ولكن هناك ما يحاول أن يؤول ذلك بتأويل آخر وفي السنوات الماضية كنا دائما نعتبر العلمانية معاداة للدين أو العلمانية هي اللادينية قلنا لا العلمانية هي فقط أن تضمن الدولة الحريات للمعتقدات كافة وأيضاً أن تقف على المسافة نفسها حيالها. وهذا هو مفهوم العلمانية عندنا. إجابة الرئيس أردوغان على علاقة عن علاقة العلمانية بالإسلام، هذه الإجابة تحتاج إلى وقفة مطولة ومتأنية. لأنها تتضمن معاني مهمة للغاية. على سبيل المثال أردوغان قال قال عبارة في غاية الأهمية لم يتوقف عندها المذيع، قال أعطينا العلمانية تعريفا خاصا. يعني إيش أعطينا تعريف خاص للعلمانية؟ يعني هذا المصطلح استعمله العلمانيون قبلنا بمعنى معادي للدين. ولما جينا لما جئنا نحن أعطيناه المعنى الذي يناسبنا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه اردوغان بيقول لك من حقك او من واجبك ان تعيد تاصيل المصطلحات بما يتناسب مع رؤيتك مع فكرك المصطلحات ليست دينا الدين هو اللي ما يقبلش التبديل لا تاتي وتقول يعني العلمانيه هي هي العلمانيه كما عرفها اهلها في الغرب وإحنا المفروض نمشي لا الكلام هذا ما ينفعش هذا كلام غير منطقي هذا مصطلح بإمكانك أنك تعبيه بالدلالة اللي تشتيها من حقك بل من واجبك أن تساهم في إعادة تأصيل المصطلحات لا تترك هذه العملية للغرب وحده يؤصل المفاهيم بدون مراجعة أو تصحيح وأنت مهمتك فقط أنك ترفض أو تقبل رجب طيب أردوغان يعني ضحك لما سمع السؤال وقال أنا مستغرب ليش انتم العرب عاملين مشكله مع العلمانيه؟ احنا قبلنا المصطلح واعطينا تعريف خاص قلنا العلمانيه هي التسامح مع المعتقدات كافه من قبل الدوله والدوله ينبغي ان تقف على مسافه واحده من جميع الاديان والمذاهب فهل هذا المعنى مخالف للاسلام؟ هكذا بيسال فهم اردوغان للعلمانيه يجردها من الخلفيه الفلسفيه والاخلاقيه التي يتحدث عنها بيان هيئة علماء اليمن وكأنه أردوغان يقول العلمانية مجرد إجراء أما مرجعيتها الأخلاقية والفلسفية فيمكن أن نحددها نحن هنا يأتي أخطر سؤال في الموضوع هل يمكن فعلا أن تكون هناك علمانية بمرجعية إسلامية؟ هذا هذا السؤال اللي ممكن يضحك البعض يعني لأنه مش مستوعب فكرة العلمانية فعلا الجواب نعم نعم بالتأكيد بشرط أن نميز بين أمرين بين الإسلام الوحي وبين المذاهب الإسلامية إذا ميزنا بين هذين الأمرين ممكن نوصل لصيغة علمانية بمرجعية إسلامية الوحي وحي والمذاهب هي اجتهادات لفهم البشر لفهم الوحي الإلهي اجتهادات بشرية كل اجتهاد لفهم الوحي مذهب طيب بيبقى سؤال كيف نميز بين الدين والمذهب؟ ما هو المعيار العلمي الموضوعي؟ مش كل واحد يجي يطرح معيار. هناك معيار بسيط وواضح هو ما اتفق عليه اهل المله الواحده فهو دين. اللي يتفقوا عليه فهو دين واللي يختلفوا فيه من الدين يعني فهو مذهب. المسلمين عندهم قضايا كثيره مختلفين فيها حول الدين. هذه القضايا المختلف حولها او التي تقبل الاختلاف على اسس علميه هذه مذاهب قضايا مذهبيه المتفق عليه قضايا المتفق عليه هو الدين سواء اختلفوا في ثبوت النص او في دلالته اي شيء يقبل الاختلاف فهو مذهب هذا معيار اصولي حتى معيار تعترف به قواعد اصول الفقه اذا طبقنا هذه القاعده على الاسلام سنكتشف ان معظم ما يسمى عندنا بالاسلام هو في الحقيقه مجرد مذاهب. اما الاسلام نفسه فهو مجموعه مجموعه محدوده من القيم والاحكام الموجوده في الايات القرانيه. اذا انسحبت المذاهب الجمعيه والمذاهب الفرديه واراء الناس، اذا انسحبت من مرجعيه الدوله ستترك وراءها مساحه كبيره للعقل الانساني وللتجربه المدنيه، هذه المساحه هي المساحة العلمانية التي يعترف بها الإسلام نفسه الكلام هذا مهم واللي سمعه ممكن يعيد مرة ثانية في اليوتيوب لكي يفهم أنه كلام مركز ومهم سيبقى الإسلام بقيمه مهيمنا على الحياة العامة بقيمه لا بأحكامه لأن الأحكام هذه هي أحكام الفقهاء في الغالب هناك أحكام دينية نعم لكنها قليلة القيم مرجع لضمير الفرد ولتشريعات الدولة القيم أما الأحكام موضوعها مختلف وهناك فرق كبير بين أن تكون القيم الإسلامية هي المرجع وبين أن تكون الأحكام المذهبية هي المرجع الأحكام هي الفتاوى يعني وما شابه المساحة التي يتركها الإسلام للتجربة الإنسانية واسعة جدا ليس عليها رقيب سوى القيم الإسلامية هذه صيغة من صيغ العلمانية التي يقبلها الإسلام بل يطلبها لأن الإسلام لا يزعم أنه بديل عن الإنسان وعن التجربة الإنسانية ولا يوجد دين أصلا بلا علمانية لا يمكن يستحيل أنه يوجد دين بدون علمانية لأن الدين لا يبتلع الحياة بكاملها ما هوش ثعبان يبتلع الحياة بكلها هذا مستحيل لا بد أن يترك مساحة لعقل الإنسان يعمل فيها ولتجربة الإنسان يسميها الحكمة الحكمة الضالة المؤمن هذه المساحة اللي تشكل الحكمة هي مساحة علمانية مئة بالمئة يعني تنتمي إلى العالم التراثيون عندنا لا يقبلون هذه النتيجة لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذاهبهم جزء من الدين نفسه ولو أنهم كانوا فعلا حريصين على الدين لسارعوا هم بأنفسهم إلى الفصل بين الدين وبين الأفهام البشرية لهم كانوا يكونوا أحرص من غيرهم لو كانوا حريصين على الدين للأسف لماذا؟ لأن الخلط بين بين الدين والمذاهب الدينية هو شكل من أشكال الشرك بلغة العقيدة عندهم وبلغة الأنثروبولوجيا أيضاً هذه أمور ينبغي أن يعد سماعها وتأملها خلاصة القول نحن بحاجة إلى حوار علمي هادئ. في هذه القضية بحاجة إلى جدل معرفي من ذلك النوع الذي أمر به القرآن حتى مع أصحاب الملل الأخرى وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن مش بالتكفير والتضليل والتفسيق والاتهام بالعمالة والخيانة إذا كان هكذا مع أهل الكتاب كذا فما بالك مع زملائك و يعني أهل الملة الواحدة ارتفاع الصوت والصراخ والتكفير هذا دليل هذا موجود حجه حجه ضعيفه ومناقشه هذه القضايا بالذات يحتاج الى مقدره فلسفيه اللي يشتي يناقش هذه الموضوعات بعمق يحتاج مقدره فلسفيه ومقدره لغويه جيده اكثر مما يحتاج الى عاطفه دينيه مش مهم انك تكون متدين وعندك يعني يعني شعور عارم بمحبه الله هذا ما يكفيش في فهم هذه القضايا هذه القضايا تحتاج الى ملكات ومعارف لأننا أمام قضايا ذات طبيعة مركبة وهذا النوع من القضايا يحتاج كما قلت إلى مقدرة تحليلية أي مركبات تحتاج إلى تحليل يعني تفكيك للعناصر البسيطة علشان تميز بين الشيء وشبيهة فما بالك بين الشيء ونقيضة أحيانا مش قادرين يميزوا بين الشيء ونقيضة من الواضح أن الذين يدرسون التراث الديني عندنا في البلاد العربية لا يتمتعون بالمقدره التحليليه الكافيه لمناقشه هذه الموضوعات. والجمهور ما يقدر يحكم لانه الجمهور نفسه ما عنده هذه المقدره. الجمهور بيشوفهم علماء وبيشوفهم بيتكلموا في الدين. لكن ما يعرفش انه ملكاتهم بسيطه محدوده ما عندهمش قدره على يعني على على مقاربه هذه النظريات وهذه الافكار المركبه لان التحليل التحليل عاده يكتسبها الانسان من مطالعاته الفلسفيه واللغويه. وهؤلاء لا شأن لهم بالعلوم الفلسفية بيعتبروها يعني نوع من الظلال وبيقضوا معظم حياتهم العقلية مع نصوص نقلية مسطحة بسيطة تصيب صاحبها بالبلادة بالسطحية الشديدة ولهذا لم تنتج مدارس التراث الديني لدينا فيلسوف واحد طوال 1400 سنة تقريبا من داخل المدرسة الفقهية التراثية هذا تسبب في ضمور كبير للعقل الإسلامي ضمور كبير كانت نتيجه لها نتائج كارثيه حركه الالحاد النشطه في المجتمعات الاسلاميه اليوم هي مظهر من مظاهر غياب الفلسفه الاسلاميه والفلاسفه الاسلاميين والفكر العميق لدى المؤسسه الدينيه هذه واحده من من المظاهر غياب الفلسفه الاسلاميه الشباب لا يجد فكر عميق أمامه. يجيب عن أسئلته الدقيقة وإنما يجد مقبرة جماعية ضخمة تسمى كتب التراث المذهبي هذه عبارة عن مقبرة كبيرة غياب الفلسفة الإسلامية وغياب هذا المساك في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد الدينية أخرج كثير من الحفظة ولم يخرج مفكرين مع انه الاسلام اليوم بحاجه الى مفكرين اكثر من اي شيء اخر لانه الاسلام تطرح عليه اسئله خطيره وصعبه الشباب بيطرحوها بسبب احتكاككم بالثقافه العالميه والمذاهب الفلسفيه وما فيش اجابات على هذه الاسئله مؤسساتنا الدينيه لا تستطيع ان تجيب عدد الفلاسفه عندنا يكاد يكون صفر وعدد المحاولات الفلسفيه محدود جدا للاجابه عن هذه الاسئله ف هذه مناقشه هذه القضايا يحتاج الى ملكات، هذه الملكات ليست موجوده لدى هؤلاء الذين يتصدرون للفتوى بتكفير الناس وتضليلهم، وهذه مشكله من المشاكل التي ينبغي ان نناقشها جميعا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله.